بما أن الحديث حول مناسبات الأعراس، هذا أخ يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يتزوج امرأة ثانية لقصد المجاراة للغير أو من أجل أن يؤدب زوجته كما يزعم، وغالبا ما يفشل هذا الزواج؟ أما من حيث التعدد، تعدد الزوجات، فهل الأفضل التعدد أو الأفضل الإفراد؟ في هذا للعلماء قولان مشهوران. القول الأول أن الأفضل أن يقتصر على واحدة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحاب المتأخرين، قالوا يسن أن يتزوج نكاح واحدة، وعلل ذلك بأنه أبعد عن الجو وأجمع للقلب وأبعد عن التشويش. وقال آخرون: بل الأفضل أن يعدد، لأنه أكثر في تحصيل مصالح النكاح. والقول بالتعدد أقرب إلى الصواب من القول بالإفراد. لكن من تزوج لقصد مجاراة الغير ومماراتهم فهذا قصد سيء مذموم. النساء لسن ثيابا يلبسهن الرجال، فإذا لبس الآخرون ثوبا جديدا لبس هو ثوبا جديدا، بل المرأة امرأة مكرمة لها حقها. ومن تزوج من أجل تأديب زوجته فلا حرج، لأن بعض النساء لا يؤدبهن إلا النساء، ولهذا يقال: أدب النساء بالنساء. وكثير من النساء تكون ناشزة لا تؤدي زوجها الحق الواجب له، فيريد أن يبسط نفسه وأن يتزوج عليها. وإذا تزوج عليها فمنهن من تستقيم، ومنهن من تزيد نشوزا، وحينئذ يبت طلاقها ويخليها عندها لها. فالمهم أن التزوج لتأديب الزوجة الناشز لا بأس به، وأما التزوج لممارات الناس فلا. نعم.